اسمي فرانسوا باسيل من مدرسة سيدة الجمهور. نحن عملنا مشروع هو اسمه ICM Intelligent Coffee Machine. شو هو شغلته؟ شغلته هو انه تقدر تعبي درينك اللي بدك اياه بلا ما تكبس على الكبسات. كيف يا المكنة تعرف هيك؟ ركبنا سنسور الوان بيمشي على الريفلكتد لايت، يعني الابيض ما بيمس الضوء وبيرجع بيبعث الضوء، مما الاسود كثير بيمس الضوء. كمان جهزنا ب مثل ما بتعرف، بس بنسكر الباب اما نشوف قد ايه في مي بالتانكي. فجهزنا سنسور يلي هو فينا نشوف على الدوبيه قد ايه في عنا، لنعرف اذا بدنا نعبيه او لا او هيك.